إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية دورها الإنساني والاجتماعي الهادف إلى دعم المواطنين ومساندتهم في كافة المحافظات. وتحت رعاية رئيس الجمهورية جهزت الوزارة قافلة من المساعدات الإنسانية عينية وطبية لتوجيهها لمحافظة أسوان بهدف توزيعها على الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت المحافظة مؤخرا وتضررت على إثرها عدد من المنازل. المساعدات تلك تهدف إلى التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية وتداعياتها على الأهالي. وفور وصول القافلة الإنسانية إلى وجهتها بقرى أسوان المتضررة رفقة مأمورية من مديرية أمن أسوان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها وزارة الداخلية، باشرت عملها بتوزيع المساعدات العينية على الأهالي المتضررين، فلم تترك المأمورية أحدا إلا وطرقت بابه لمد يد العون والمساعدة له، وهو ما أدى إلى استحسان الأهالي وإشادتهم بتلك المبادرة السريعة من وزارة الداخلية نحو إغاثتهم ودعمهم لتخفيف الأعباء عنهم. من ساعة ما السيول نزلت ونسبر وزارة الداخلية وقفت معانا ودتنا بطاطين ودتنا لحفات، والداخلية تانية جاتنا على طول وجابت بطاطين وحاجات كراتين وكده، ومشكلة الداخلية ما سبتناش. يا رب يحفظكم رجالة مصر وشباب مصر. ومنذ اللحظة الأولى التي أصابت فيها السيول قرى أسوان فقد سارعت وزارة الداخلية لتقديم مساعدات عاجلة للأهالي هناك من مواد غذائية وأغطية ورعاية طبية، إضافة إلى دورها الأساسي في وجود الخدمات الأمنية وسط الأهالي لإغاثتهم والتقليل من الآثار الناجمة عن السيول. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. وقد حرصت الوزارة أن تتضمن القافلة خدمات طبية تقدم للأهالي من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم للارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة وسط هذه الظروف الاستثنائية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. الداخلية اللي جابتنا كل حاجة وبسطتنا وجابتنا بطاطين وجابتنا أكل وجابتنا شرب، ربنا يخليهم. نشكر الداخلية وقفت معانا من يوم السيول، جابتنا بطاطين وجابتنا كل حاجة، ربنا يخليكم وبارك فيكم. نشكر وزارة الداخلية على المجهودات اللي قايمة بيها وتمهيد الطريق والمساعدات للأهالي اللي ضرت بيوتها. وتضرب وزارة الداخلية بهذا التحرك الإنساني أروع الأمثلة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع والإسراع إلى مساندة المواطنين في أي مكان على أرض الوطن يحتاج إلى الدعم والمساندة، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة التي تهدف إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية والطبية للمواطنين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن شرق البلاد إلى غربها مهما بعدت المسافات. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية.